أبو ظبي فعاليات الدورة السابعة لمعرض سيال الشرق الأوسط الذي يعد من أكبر التظاهرات الإقليمية في مجال التغذية وخدمات التموين بمشاركة عدة بلدان. المغرب يشارك للمرة الرابعة من خلال رواق يسلط الضوء على تنوع وتنافسية عرضه في مجال المنتجات الفلاحية. مراسلة محمد الواهبي والمعتصم بالله البوزاوي. على مساحة تزيد عن 300 متر مربع أقيم الرواق المغربي بأبو ظبي، ضم منتوجاته حوالي 30 عارضا يمثلون 110 تعاونية فلاحية. ضمن المنتجات المجالية المعروضة 14 منتوجا تميز علامات مرمزة انتقتها وكالة التنمية الفلاحية للتعريف بالمنتوجات لدى المستوردين والموزعين بسوق الشرق الأوسط. أهداف عندنا هدفين أساسيين، الهدف الأول هو التعريف بالمنتوج المحلي المغربي، يعني التنوع ديالو والجودة. الهدف الثاني وهو التمكين ديال التعاونيات وديال الفلاحة الصغار ديالنا باش يولجوا للسوق الدولي بصفة مهيكلة ودائمة. استكشافا لغنى وتنوع المنتجات المجالية المغربية، زار وفد إماراتي يترأسه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المجتمع، ومعالي وزير ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، زيارة لتجسير التعاون وبحث سبل توسيع مجالاته. يفتخر المغرب بمنتوجاته الغذائية والزراعية والفلاحية التي أصبح لها صيت عالمي، لا من ناحية الجودة ولا من ناحية التسويق ولا من ناحية المكانة ولا من ناحية التعامل ولا من ناحية الدعم السياسي الذي يعطيه صاحب جلالة لهذا المنتوج. من المنتجات المجالية المعروضة 6 أنواع جديدة تم بسطها للزوار، إذ تم اقتناؤها لجودتها بالدرجة الأولى وكذا لوظائفها. العرض ديالنا على أرغان كإنتاج أساسي وفي عسل وفي منتوجات يعني من أرغان ومن زيوت عطرية ومن زيوت نباتية. شفت جميع المنتجات المغربية هنا، يعني ما شاء الله، يعني منتجات جيدة وممتازة، وفي شغلات أنا ما توقعت أنها موجودة يعني بهالمستوى وبهالجودة الغذائية. مشاركة المغرب في هذا الحدث السنوي هي الرابعة من نوعها، ترم بالأساس ترويج المنتوجات المجالية لأزيد من 100 تعاونية بالإمارات العربية المتحدة المصنفة كمنصة دولية لتسويق المنتوجات بالشرق الأوسط، والحضور هو لتعزيز تموقع المغرب بالنظر لغنى وتنوع المنتوجات ومزاياها التنافسية بحثا عن نسج علاقات تجارية. محمد الواهبي والمعتصم بالله البوعزاوي من أبو ظبي للأولى.